لتستحق ورقة حمراء، لأنه يحرم هدف محقق. الكرة كانت سريعة على طول في مرمى الشباب، وفي النهاية حتى المباراة يرفع الورقة الصفراء، لذلك هو يعترض بابلو سيرجيو كاميلي. عموما كرة ثابتة، كرة ثابتة لمصلحة فريق الإمارات. رودريجو سوزا يلعب كرة، الله، سجلوها، فعلوها الصقور وسجلوا الثاني، وتقدموا عن طريق رودريجو سوزا من كرة ثابتة علقها في 90. رودريجو سوزا صعبة على اسماعيل ربيع، الكرة اسماعيل والكرة دخلوا في المرمى. هذه الكرة اللي كانت من المفترض ورقة حمراء، لكن رودريجو حط الكرة في مكان صعب في زاوية 90، يحاول كان فيها اسماعيل ربيع لكن دخل مع الكرة في المرمى، وهدف ثاني لمصلحة الإمارات من كرة ثابتة عن طريق رودريجو سوزا. الله يا رودريجو.